حالا وبلون الموسيقى هتكون بداية حلقتنا. يلا بينا مع بعض. ياسمين معنا ضيوف النهارده، هيبداوا معانا حلقتنا بشكل مختلف، الفنان المغربي رشيد غلام، وكمان مش هنسى ان انا اقول ان معانا اندير دوغان بيه لان الموسيقى معاهم هتختلف. نبتدي مع بعض. صباح الخير. مرحبا، ما صلتنا. مرحبا رشيد بيه، اخبارك ايه؟ ايه رايك ان احنا نبتدي في البدايه ونقول اخبار المغرب ايه في الصباح الاسطنبولي؟ المغرب لازال الصباح عندهم الان باكر، الجو جميل وفي حر طبعا. بينه وبينهم كم ساعه استاذ رشيد؟ ساعتين. ساعتين بينه وبين المغرب. نعم. طب ايه رايك بقى نصبح عليهم صباح الموسيقى النهارده مع لون مختلف بمشاركه ثنائيه جميله في صباح خاص جدا، وبعدها نبتدي اسئلتنا، ايه رايك؟ مرحبا. اتفضل باي. Oh!
مرة ثانية منورنا اندر بيل ادفان اتفضلوا. طبعا لو بتسألوا على ياسمين هي جاية دلوقتي بتصلح الصوت، انتوا عارفين المايك كان عامل لها أزمة النهاردة. صباح الخير، وأنا هبدأ بيك بقى رشيد بيه، مش بس علشان انت عربي طبعا، بس علشان احنا دايما في كل الدول العربية لما بنقابل بعض بنقول أخبارك إيه؟ عامل إيه هنا مثلا في القاهرة أو عامل إيه في الجزائر؟ نقول أنا حاسس إني في بلدي التاني. نعم. أنا عايز أسأل نفس السؤال بالنسبة لتركيا، إحساسك بها إيه؟ حقيقة ليس بلدي الثاني، وإنما بالنسبة لي بلدي كل الوطن العربي والوطن الإسلامي هو بلد واحد عندي. أنا بالنسبة لي أنا في بلدي، أينما كنت أنا في بلدي، وخصوصا عندما أجد النفس الإسلامي الموجود، أجد التناغم الثقافي الموجود، أجد التمازج الحضاري الموجود. التركي العربي شيء واحد تقريبا يعني، فإذا لا أحس بالغربة وأنا موجود في تركيا أبدا أبدا. إحساسك بقوة العلاقات العربية التركية والتداخل العربي التركي دلوقتي بقى مختلف عن من كم سنة فاتت؟ ما إنك مارست الفن بقالك فترة. لا، فنيا دائما موجودة الموسيقى الفنية، الموسيقى التركية والموسيقى العربية، هناك يعني تلاقح وتناغم وانسجام، وأيضا تلاقح أقول يعني كل الموسيقتين أخذتا من بعضهما، وبالتالي لم يعني لا يوجد فرق كبير إلا فقط في اللغة، لكن نفس الأرباع نفس المقامات نفس. ها وقد جاءت يا سمير. موجود غناء أكثر، موجود، وبالتالي يعني أجد كأنني أغني بالعربي، يعني كأنني أغني على العربي. إحساسك بنفس النغمة واحد بأي لغة مش فارقة، المهم إن نفس النغمة اللي أنا حبيبها ونفس النفس. جميل. نفس النفس. إذن خلينا أتوقف مرة تانية مع رشيد بيه قبل الفقرة التسجيل اللي هنشوفها، وقفت على مسارح كتير جدا، ويمكن من المسارح اللي ليها احترام خاص هي مسارح الأوبرا. إيه نعم، أوبرا اسكندرية وأوبرا القاهرة الاثنين بتوعي، وخد بالك يعني قدمت حفلات أنا على مسارح أوبرا القاهرة وأوبرا اسكندرية، دي بلدي يعني. نعم. فعليك إنك تتخيل عيش إليهم. نعم. رحلتك مع مسارح الأوبرا كانت إيه؟ جمهورها مختلف؟ إحساسك كنت واقف على خشبة مسرح الأوبرا مختلف؟ فعلا الجمهور مختلف، يقال عنه أنه جمهور نخبوي ربما، ولكن تلقى تربية موسيقية معينة، تربية ذوقية معينة، لكن كما قلت لك في ما قبل، النفس واحد، سواء في الموشح في الأوبرا في الدور في التقاطيق في الأغاني العادية في الميلودي، النفس واحد، لا في الأوبرا ولا في أي مجال في أي لون موسيقي آخر.